جالس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر، وينزل عليه جبريل. فلما نزل جبريل قامت خديجة واخذت طعاما، صنعت طعاما في البيت، واخذت الطعام تبحث عن النبي، سألت عنه في ثلاث اماكن، كل ما راحت قالوا لها شوفي الرسول هناك. تقول فاتيت فاذا به عند الجبل، عند جبل الصفا، فتقدمت خديجة ومعها الطعام، وهي تمشي طاحت عجوز كبيرة فسقطت. جبريل الان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت جبريل. قال ان خديجة قد اقبلت. وتأتي خديجة فتدخل، فاذا بخديجة تأتي فيضمها النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على العلاقة الزوجية الحميمة، هذا الحب الشريف. شوفوا خديجة تموت في حضنه، وهو يموت في حضن من؟ في حضن عائشة. بسأل سؤال لإخواني المشاهدين ولكم، شلون علاقتنا مع حريمنا ونسائنا؟ ليش الواحد مننا إذا صارت علاقته بعد 3-4 سنوات تغيرت العلاقة بينه وبين زوجته؟ علاقة زوجية امتدت 25 سنة كلها حب ووفاء، وتنبض عن محبة وقرب، فإذا بالرسول ينظر إلى خديجة تعبانة. فجبريل نزل. الآن جبريل لاحظوا، أول مرة ينزل جبريل على النبي ما ينزل بقرآن، ما معه آيات. وش تبي يا جبريل جاي؟ أنا أتيت أخبرك أن الله يقرئ خديجة السلام، في سلام معي تحية أنا جاي أوصلها. من من؟ قال يا محمد أقرئ خديجة من الله من ربها السلام. وخديجة دخلت على النبي واحتضنها، فقال يا خديجة إن جبريل هنا، وجلست. قالت إنه يقرئك من الله السلام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ خديجة ويخبرها بسلام النبي، بسلام الله تبارك وتعالى. قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها هو السلام ومنه السلام. ثم قال جبريل وأقرئها مني السلام حتى أنا سلمني عليها. قال وإن جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام. يا جماعة، يا نساء، يا أمة محمد، يا رجال، الوحي أمين السماء ينزل للأرض عشان يبلغ تحية الله لامرأة هي ليست بنبي، لكنها مرأة جادة صالحة، مرأة وقفت قالها النبي عنها لما قالت عائشة يا محمد خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك غيرها، لقد أبدلك الله بخير منها. قال لا والله لم أبدل بخير منها، لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني يوم لم يكن هناك أحد يواسيني، ورزقني الله منها بالولد يوم لم أرزق منها بغيرها. ثم سكتت عائشة تقول عرفت أن الرسول تأثر، قلت يا رسول الله استغفر لي. قال والله لا أستغفر لك حتى تستغفري لخديجة، استغفري له وبعدين أستغفر لك. خديجة يا خديجة إن الله يقرئك السلام. قالت الله هو السلام ومنه السلام. كأن الله يقول لها يا خديجة أنت تعبتي وتألمتي، وكنت تروحين للغار وانت عجوز، وتطلعين لمحمد على الحجر وتأخذين الطعام، وصبرتيه وثبتيه وضميتيه ودثرتيه وزملتيه وذهبتي به إلى ورقة وثبتيه، والله لا يخزيك الله أبدا، كنت ناصرة له، كنت واقفة في وجه الباطل مع الحق، كنت مع محمد. يقول الله أنت السلام. كأنه يقول لها ارتاحي يا خديجة، ستموتين بسلام وتخرج روحك بهناء. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ثم قال وإن الله يبشرك. يا إخوان هذه أمكم، أمك أنتم حاسين فيها؟ قولوا أمي خديجة، هذه حبيبتنا خديجة أمنا رضي الله عنها، أمك هذه. الله يقول وأزواجه أمهاتهم، هذه أمنا خديجة رضي الله عنها. نشهد الله على محبتها، ونشهد الله على محبة كل أمهاتنا زوجات النبي أمهات المؤمنين. هذه أمنا خديجة، يا مرأة يا فتاة يا بنت يا كل امرأة اقتدي بهذه الأم، أمك خديجة. ينزل عليها جبريل ويخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام برسالة جبريل، ثم يقول لها الله يقرئك السلام، ثم يقول وبشرها ببيت في الجنة. من ايش؟ من قصب. القصب على شكل الغار، جاي كذا شكل العش، لانك كنت تجين عند محمد في الغار تقول كان الرسول يتعبد الليالي العدد، يقعد الايام العدد في الغار،
وكانت تجلس معه فترة من الأيام. جلوسك هنا وتثبيتك لمحمد عوضك يا خديجة بيت في الجنة. وقال بعض العلماء لأنها فتحت بيتها للنبوة واستقر النبي في بيتها أبدلها الله ببيت في الجنة، ولأنها تعبت تعبت في الدنيا قال لها الله بيت يقرئك السلام ويبشرك بيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب، ما عاد فيه التعب اللي مر عليك يا خديجة، ليس فيه نصب بإذن الله جل في علا. أسألكم سؤال، تتوقع لحظة الموت إذا نزلت عليك بتنزل عليك مثل ما نزلت على خديجة بسلام؟ ترى خديجة ماتت فيها اللحظة، فقام جبريل وخرج وقام النبي فاحتضن خديجة وأخذت تقول لها الكلمات الجميلة، قالت يا محمد والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم. والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتعين على نوائب الحق. اصبر يا محمد وخذ بوصية ورقة ابن نوفل، فإن قومك سيؤذونك وإنهم سيطردونك وإنهم سيعادونك وتثبت حتى في آخر لحظة. هذه الزوجة المثالية الحقيقية التي عرفت قيمة هذا الرجل وهذه الرسالة رضي الله عنها وأرضاها، ثم ماتت وهي في حضن حبيبها صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي عليها حزنا شديدا، وتعب عليه الصلاة والسلام، حتى سمى بعض المؤرخين مجتهدين هذا العام بعام الحزن. لو أنا وأنت بيدنا اختيار موت أبو طالب وموت خديجة يموتون الآن، لو كان الاختيار عندنا أخرناهم إلى بعد ذهاب النبي إلى المدينة، إلى بعد فتح مكة، لكنها حكمة الله جلت قدرته والله جل في علاه اختارها أن تموت في هذه اللحظة لأسباب من أهمها كأن الله يقول لمحمد يا محمد يا محمد لا نريدك أن تتكل إلا علينا، واعلم أن البشر يموتون وأننا وحدنا من ينصرك ومن يعينك ومن يثبتك على الحق الذي أنت عليه. فإذا بها رضي الله عنها وأرضاها تموت وتدفن رضي الله عنها، ويبكي عليها النبي ويحزن، حتى أن الصحابة يأتون النبي بعد أيام يجدونه يبكي يقول يا رسول خفف عليك خفف عليك، فبكى وقال إنها أم العيال ربة البيت، إنها المرأة التي وقفت معي يوم تخلى عني كل الناس، إنها المرأة التي آمنت بي يوم كفر كل الناس، إنها خديجة وكفى. ويبكون الصحابة حتى قالوا ليتنا ما تكلمنا. الآن المسؤولية عظيمة، خديجة ماتت وفيه عيال وبنات في البيت، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات له في بيته، ذهبت زينب كانت متزوجة أبو العاص بن وائل، ورقية تزوجها عثمان، لكن بقيت فاطمة رضي الله عنها وأم كلثوم. فاطمة عمرها 14 سنة، معنات فيه مسؤولية بقيت عليك يا محمد مع هؤلاء البنات، محتاجين إلى رعاية وإلى مجهود. تأتيه امرأة تقول يا محمد ألا تتزوج بعد خديجة؟ ويبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي ويقول وهل من زواج بعد خديجة، يعني هل من امرأة تقوم مقام خديجة؟ في حرمة تقوم وتسد المكان الذي سدته خديجة؟ من حب النبي لخديجة جلس سنتين بعدها ما تزوج. وهنا أرد على البعض المستشرقين اللي يقولون بأن محمد يحب النساء، نقول لهم خسئتم وكبرت كلمة خرجت من أفواهكم. رسولنا تزوج عمره 25 سنة بامرأة تكبره ب15 عاما، عمره 40 سنة، وكان تاريخه العفاف والعفة والشرف والصدق والأمانة، حتى شهد أعداؤه له. ثم بقي عليه الصلاة والسلام 2 عامين، وأول من تزوج بعد خديجة تزوج بسودة بنت زمعة، لأنها جاءت مع المهاجرين من الحبشة ومات زوجها، وكان عمرها يوم أن تزوجها النبي 83 سنة. أقولها لكم، لو مات أعز الناس عندك، أخاطب إخواني الذين فقدوا آباء وفقدوا أبناء، وأنا أعرف أن اليوم في البيوت مكلومين
وربما في بيوت اليوم فيها عزاء وفقدوا حبيبا او صديقا او عائلا للبيت، اقول لمن خذله اصدقائه او خذله رئيسه في الوظيفة او خذله شريكه في التجارة او خذله من حوله ممن يحبهم او يعتمد عليهم، اعلم ان الله معك، اعلم ان الله معك، اعتمدوا على الله، توكلوا على الله، الزم يديك بحبل الله معتصما، فانه الركن ان خانتك اركانه. بعض الناس يقول امي وابويهم كانوا نور حياتي، نعم هم نور الحياة، لكن لا تقول انتهت الحياة، اثبتوا وتوكلوا على الله واعملوا. وينزل الله جل وعلا عليه: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. نعم تموت خديجة، يموت ابو طالب، قد تظلم الحياة احيانا في وجه انسان، لكن الرسول يعمل، واخذ شعاره رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. لا تبحث عن غير الله اذا اصبت باي مصيبة في الحياة، اذا تكالبت عليك الاعداء، اذا اجتمعت عليك الهموم، اذا تكالبت عليك الديون، اذا مرض الاصحاب والاصدقاء والابناء، اذا تخلى عنك اي احد، اصبر فان الله جل وعلا معك.